أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو الرابع من قناة كل شيء مفيد من دورة جافا كورس. طبعا بهاي الدورة راح نحكي عن إنشاء مشروع جديد بالكليبس، راح نتعرف بشكل عام على برنامج الكليبس، راح نوضح كيفية إنشاء مشروع جديد، وأيضا راح نحكي عن الباكج، شو فائدتها وشو أهميتها وكيف بنعتمد عليها بتقسيم المشروع طبعا باستخدام الباكج. المحور الثاني رح نشتغل عليه بهذا الفيديو هي الكلاسات بالجافا. رح نعرف شو هو الكلاس، نتعرف عليه، نعرف طريقة تسمية الكلاسات بشكل صحيح، وأيضا نحكي عن الأقواس بشكل بسيط بس لتجنب بعض الأخطاء الممكن حدوثها. والمحور الثالث والأخير اللي رح نحكي عليه بهذا الفيديو هي المثد أو الدوال. رح نتعرف أيضا على شو هي الدوال أو شو هي الدالة وأهميتها، ورح نعطي مثال بسيط عليها، وإن شاء الله يكون هذا الفيديو كويس ويفيدك إن شاء الله. طبعا رح نبلش، نحن رح نختار من قائمة إبدأ، رح نروح على برنامج الكليبس اللي نزلناه بالفيديو الماضي، رح نضغط عليه. طبعا أنا عندي أكثر من كليبس، طبعا أنت بتستخدم الكليبس العادي اللي نزلته بالفيديو اللي قبله. هون رح نحكي عن الورك سبيس او مساحة العمل. هي بعطيك مثال بسيط توضيحي فقط للتوضيح. نفترض انه انت عم تشتغل بشركتين، الشركة الاولى بدك تفصل الملفات كلها طب من الشركة الاولى والبروجكتات تبعك من الشركة الاولى عن الشركة الثانية، فكل اللي عليك انك انت تساوي ورك سبيس ثانية للشركة الثانية غير ورك سبيس للشركة الاولى. طبعا هاي لفصل العمل وتنظيمه وجعله يعني جعله بشكل اسهل الوصول اليه وتنظيمه وبشكل صحيح. طبعا اذا انت حابب تنشئ يعني ورك سبيس جديده، فكل اللي عليك انك انت تروح لهون مثلا، ومن داخل هذا فيك تغير انت الورك سبيس كليا، يعني تغير مسارها كليا. يعني هلا هي موجوده عندي باليوزر تامر وسبرينج ام في سي، فانا فيني ارجع لهون وانشئ ملف جديد، اوكي، سميها مثلا جافا كورس، اوكي، بعطيها انتر انتر وسلكت فولدر وهي هي خلصت. واذا ما بدك اياها تظهر لك بشكل لاحق، يعني كل مره تفتح كل مره تفتح الكليبس، كل اللي عليك انك تحدد على هذا الخيار. طبعا انا هيك تمام، فراح اعطيه لانش او تشغيل. طبعا هو بس يفتح دائما باخذ شويه وقت، فكون صبور يعني، وهي عملية طبيعية هيك الكليبس لأنه برنامج مانو صغير. طبعا هي النافذة الترحيبية فيها مجموعة من الخيارات يعني ما بتهمنا، فرح نسكرها ورح نشوف هون. رح أوضح لك فكرة من هون. طبعا أنت بتقدر مباشرة تكبس على كرييت أجافا بروجكت من هون، بس أنت بس يصير عندك أكثر من بروجكت ما عاد بيطلع عندك هاي القائمة هون، ما عاد بتطلع عندك، بصير يطلع عندك البروجكتات أو المشاريع اللي أنت شغال عليهم. فبالتالي الأفضل إنه أنت تكون عارف إنه بتضغط من فايل وبعدين نيو، بعدين بتروح لجافا بروجكت، وهيك بتنشئ من هذا الخيار بتنشئ مشروع جافا جديد. بس قبل ما نحن نحكي عنه، راح احكيك انه من خلال برنامج كليبس في عده خيارات، في سيتنج كثيره ممكن تشتغل عليها، اللي هي مثلا دارك مود، فيك تغير طبعا حتى كيف شكل البرنامج فيك تغيره، في كثير قصص، ولكن هي نحن نجي مع يعني معنا بس نحتاجها بورجيك اياها كل شغله بشغلتها، فبيكون اسهل عليك واسلس الفيديو والتعلم. طيب راح نحن اخترنا من قائمه فايل نيو وجافا بروجكت، نضغط عليها ونستنظر ثواني. طبعا هون لازم تسمي البروجكت، دائما سمي البروجكت باسماء البروجكت والكلاسات وكل كل شيء اسماء بتستخدمها، ما تسمي مثلا 1 2 3 او اسماء ما لها معنى، اسماء ما لها قيمه. اختار اسماء جيده، فنقول نحن مثلا جافا مثلا نحن من الفيديو الرابع جافا 4، اوكي. وهون طبعا بيعطيك الجي ار اي اللي هي شو النسخه اللي بيعتمد عليها بشغله، بس بكل الاحوال هدول بدك انت تخليهم مثل ما هن. هذا الخيار هون بيعطيك ملف انك تنشئ بينشئ لك اياه بشكل مباشر، فهذا ما في داعي له، تشيله، وكل الخيارات بتضلها مثل ما هي محطوطه هيك شايفها انت امامك، ومن ثم راح تعطيها نيكست. طبعا هون
انت فيك تضيف سورس فايل فولدر، فيك تضيف يعني اشياء، فيك تضيف بيت باث، ولكن هاي رح نتركها حاليا ونبلش فيهم خطوه خطوه نشوف كيف نحن بس نحتاج لشغله من نشتغلها يعني. فكل اللي بدنا اياه نقول له شكرا عمي هذا كويس لهون، ونعطيه انهاء فينش. فرح نشوف البرنامج البروجكت او المشروع نزل عندنا هون، هذا سميته انا جافا 4. طيب هاي الفكره هون هذا الملف مشان انت تعرف شو هو. هاي الملفات اللي هي بتستخدمها يعني نسخه الجافا، الملفات اللي مثل الكمبايلر، ويعني مثلا شايف هون الكمبايلر، البيس، ديسكتوب، يعني هاي هو برنامج الكليبس نفسه. ومن خلال نحن الشغلات اللي نزلناها بالفيديوهات الماضية لحتى يصير عندنا بيئة التشغيل الصحيحة. فهاي إذا بتذكر نحن نزلنا مثلا بالفيديو الماضي نزلنا GDK 17، فهي شغالة على GDK 17 مثل ما شايفهم. يعني هي الملفات الضرورية لتشغيل البرنامج وجعل الكود اللي انت عم تكتبه بالكلام آخر شيء بيشتغل على المشين بلغة المشين. طبعا ما راح نفوت فيها، بس انت مشان تكون تعرف هاي اللايبرري سيستم شو هي وشو شغلتها، حطيتك فكره توضيحيه سريعه عليها. طيب رح نروح على هذا الملف، رح نروح لهون ورح ننزل لتحت، رح نشتغل في الباكج. شو الباكج؟ نحن حكينا انه نحن نحكي على الباكج. الباكج ببساطه هي عباره، اعتبرها انت على مثلا بس تروح السوبر ماركت وتشتري شويه اغراض، مثلا اشتريت بندوره، خيار، بطاطا اللي هن مثلا، او والله علبه محارم كذا، اخر شيء بتاخذ كيس صح؟ فبتحط مثلا مجموعه من الشغلات بكيس. فكثير ناس مثلا بتفصل مثلا يعني ما بتحط الشغلات اللي لها ريحه مع الشغلات اللي بتاثر على الريحه، فبيفصلوا مثلا بالكيس هذا بيحطوا مثلا الخضار، بالكيس الثاني بيحطوا مثلا الصابون او يعني ادوات التنظيف مشان ادوات التنظيف ما تصير تاثر على الخضار وتعطي ريحه او تفسدها او الخ. وهي نفس المبدا الباكج. فالباكج هو عبدك تعتبره هو الكيس اللي بتحفظ فيه مجموعه من الشغلات تنتمي لشيء معين. يعني الخضار مثلا بتحطه كله خضار، الصابون والمنظفات بتحطه بكيس الصابون، فبالتالي هيك انت تخيل الباكج. بعتقد الفكرة ان شاء الله تكون وضحت. فهي الباكج هي عبارة عن حزمة تحتوي على مجموعة من الكلاسات او الاشياء الاضافية اللي تنتمي لكاتيجوري معين لفئة محددة، تسهل عليك فيما بعد الوصول للاشياء وتنظيم الكود، وجعله قابل للقراءة، وجعله قابل للفهم بشكل سريع، وجعل الآخرين أيضا أنه هن يقدروا يقرأوا كودك بشكل منظم وصحيح. أوكي. مثلا خلينا نقول الباكج اللي بنسويها مثلا تيست. نقول تيست، وهون الباكج بحد ذاته يعني فيك الأفضل أنه يتسمى بداية بحرف صغير. اوكي، فهي النقطة بس حبيت نوه لها، فنعطيه فينش وبصير عنا هون نزل عنا هذا الباكج فاضي. طيب فهمنا الباكج وعرفنا شو شغلته، وراح احكي لك كمان على الباكج ايضا انه فيك بالباكج انت بس مثلا سويت المشروع تبعك او سويت كتبت مجموعة من الكلاسات وبدك تساوي طبعا كل المشاريع لازم يكون معها ملفات اختبار او تيست. فبالتالي مثلا انت فيك تنشئ واحد تاني مثلا هون باكج تاني تسميه مثلا سميناها تيست. هاي كان هون لازم سميناها غير شيء، بس خلينا نقول تيست. اوكي، بس طبعا انا بس عم بكتب لك، بس بيهمني انه انت تفهم الفكرة، يعني انه هذا الثاني تيست بيحتوي ملفات اللي انت بدك تختبر عليها كودك. اوكي، بس بشكل عام انه كل باكج، مشان ما نضيع بالفكرة، كل باكج يحتوي على مجموعة من الشغلات مثل ما حكينا تنتمي لكاتيجوري معين. طبعا بعتقد هون توضحت فكرة الباكج. رح ننتقل لفكرة تانية اللي هي الكلاس. شو الكلاس؟ الكلاس يا صديقي، بالبداية الكلاس خلينا نعتبر فينا نعرفه بطريقتين. الطريقة الأولى كتابيا، يعني بدك تعتبر أنت كل كلاس هي صفحة وورد.
اوكي، بتكتب فيها صفحة تور، بتكتب فيها الكود اللي بدك اياه، ومثلا كلاس تاني فيه هي صفحة أخرى، يعني خلينا نقول صفحة بتكتب فيها الكود اللي بدك اياه. هاي من الناحية الكتابية أو من الناحية يعني ديناميكية صح التعبير. أما الكلاس بشكل عام هو بلغة الجافا وبكل اللغات هو أنت بتعطي فئة معينة، يعني خلينا نقول إنه أنت عم تحكي مثلا بدك تحط كلاس لكار أو لسيارة، فهاي الكلاس بيكون، وكلاس مثلا عندك على سبيل المثال لشخص، فأنت هون بتساوي كاتيجوري أو بتساوي الكلاس الأول اللي هو بيحكي عن السيارة، بيكون له مجموعة من الاتريبيوت أو يعني الخصائص اللي بتميزه. فمثلا بنقول السيارة إلى لون، إلى محرك، إلى دواليب. الإنسان مثلا له اسم، له عمر، له جنسية. فبالتالي هون أنت فصلت هاي الشغلة عن هاي الشغلة، فصار عندك كلاس السيارة وكلاس الإنسان أو الشخص. أوكي، فرح نحن نبلش مثلا نعطيه كلاس ونسمي هذا الكلاس كار. وطبعا احنا حكينا ببداية فيديو انه رح نحكي عن التسميات. تسميات الكلاس بالجافا كتير مهمة، وايضا ما يعني كتير لازم تتذكرها وتنتبه لها. فهي الكلاس ما فيك تجي انت تكتب سمول لتر، ما فيك تبلش بحرف صغير بال 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 باسم الكلاس، حصرا لازم يكون اسم الكلاس حرف كبير. ما فيك تستخدم واحد مثلا او اثنين، ارقام ما فيك تستخدمها ببداية الاسم. الاسم لازم يكون فريد، وبالتالي لازم يكون يبدأ بحرف كبير، ولا يقبل الجافا لا تقبل طبعا الأسماء المحجوزة باللغة. بكرة أنت كلهم هدول لا تحكي لهم، كلهم هدول رح تتعلم ورح تعرفهم. يعني على سبيل المثال ما بيقبل كلمة public، ليش؟ لأنه هي الجافا نفسها حاجزة كلمة public لإلها لاستخدامها داخل الكود، رح تشوف كيف بعدين. private، protected، int، double، class، كتير من الأسماء. يعني أنت بدك تستخدم كلمات أو أسماء غير محفوظة باللغة. ففي كلمات كتيرة أنت معك دول كلياتهم راح تحفظهم بشكل تلقائي فلا تحكي الهم، ولكن أنت استخدم الكلمات الواضحة وأعطيها معنى. فهذا دائما قاعد. فنحن رح نبلش، رح نساوي كلاس الكار، واول شيء ما رح نساوي كود فيه ويشتغل، رح نقول بس كلاس الكار، او يعني ما رح نساوي رن للكود، رح نرجع نساوي كلاس ثاني بشكل سريع، بنساوي في كلاس ونشوف شو كيف رح تمشي معنا الامور. طيب سمينا الكار وعرفنا التسميات. التسميات دائما لازم نبلش بحرف كبير، لا يقبل الأرقام ولا يقبل الكلمات المحجوزة للغة نفسها مثل protected، public، private، على خير. أوكي، نعطيه finish ومنشوف انه انشأنا كلاس. هون رح تلاحظ انه هو بشكل تلقائي لانه نحن حددنا الباكج، اعطانا الباكج وصارت هي، شوف الباكج هي فاضية، بتحس داخلها ابيض ما فيها شيء. هي الباكج فيها كلاسات، صار داخلها يعني هيك انه مليانة، يعني انه فيها شيء داخلها. رح نشوف انه مثلا مثل ما حكينا public، هاي كلمة محجوزة للجافا، وهي معناتها انه هذا الكلاس public تقدر يعني بتقدر الوصول، تستطيع الوصول اليه من داخل البرنامج، تستطيع الوصول اليه. هاي الفكرة. البرايفت بيكون يعني انت ما فيك توصل له غير من خلال شغلات نرجع نحن بنحكي فيها. الكلاس هي اسم المعرف للكلاس اللي حكينا عنه وعرفناه، والكار اللي نحن كتبناه هون نحن سميناه كار. فينا كنا مثلا نساوي واحد تاني نسميه بيرس. طيب هذا الكلاس. أهمية الأقواس هون، الأقواس دائما تتذكر انه هون الكلاس يبدأ بهذا القوس وينتهي بهذا القوس دائما. فيعني هذا كل شيء داخله، كل شيء داخله لهذا الكلاس. شو ما كتبت هون، شو ما كتبت طلعنا برا الأقواس، فلازم يكون داخل الأقواس لأنه هون محدد داخل دور القوسين. أوكي، فهاي
هاي الكلاس بشكل عام. طبعا فينا مثل ما حكينا نحن نعطي مجموعة من المتغيرات اللي تعطينا بيئة الكلاس، ولكن أنا ما رح أدخل فيها هاي لأنه ما حكيت عن المتغيرات، بديك بس تعرف شو هو الكلاس وشو شغلته. أوكي، بعتقد وضحت الفكرة هون. وإذا عاد مثلا نفترض أنه أنا بدي كلاس تاني، بروح بحط على الباكج نفسها وبحط كلاس وبنزل لهون بسميه بيرسون مثلا. اوكي، وخليني اعطيك غير بيرسون، خلينا نقول انه هذا الكلاس الرئيسي اللي هو المين، ورح نحط نفعل على public static void main string args اللي هاي بتعطينا شو هي هاي وليش بنستخدمها. هاي بنستخدمها لحتى يعطينا ينزلنا method، خلينا انشئ اعطيه finish خليه يوضح لنا اياها. شوف هاي هي هاي الميثود. اوكي، رح نحكي عن المثل، بس صبرك رح نحكي عن المثل. اوكي، بس خليني اوضح لك هاي فكرة هاي المثل. بكل برنامج في مثل رئيسية او في دالة رئيسية هي بتبدأ منها تنفيذ البرنامج. فهاي هاي المثل دائما اللي هي داخل هذا الكلاس مثلا اللي نحن سميناه مين، هي المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، هي مسؤولة عن بداية تشغيل البرنامج. ومن ثم يعني ثم داخل هاي الميثود فينا نساوي استدعاءات، فينا نساوي استدعاءات لكلاسات تانية، تشغيل دوال، تشغيل كذا ألخ. ولكن هون النقطة اللي نحن بنبدأ منها دائما، فدائما أنت بس بدك تبلش تساوي رن للبرنامج تبعك فلازم تشتغل فيها. طبعا مثل ما شفت نحن شفناها، فكان في تعليق مكتوب هي إشارة الاثنين سلاش، هي بتقدر أنت تكتب التعليق اللي بدك إياه. أوكي، هذا ما بيكون يعني الكومبايلر ما بيشوفه ولا بيقرأ ككود، هو هذا بتكتبه أنت تعليق فقط لإلك توضيح. أوكي، ما بدنا إياه هلا. رح ننتقل لنشوف مثلا سيستم، واذا بتضغط على كنترول زائد سبيس بيعطيك تكمل، يعني مثل ما شايف هون بيعطيك انه شو بده يكمل لك انت شو بدك تكمل. فرح نكتب سيستم دوت اوت دوت برنت دوت برنت، وهون مثلا رح نحط نص، والنص هون النص دائما بيكون داخل هدول الاقتباسين الصغار. طبعا انا برجع بكتب لك ياهون، هي رح نرجع نوضحها نحن لاحقا، ولكن رح نحكي هون فقط هلو. ومنشوف هون من هذا البار اللي فوق، فانت بتعطي في عندك إشارة هاي الأخضر، كل اللي عليك انه تضغط عليها. وهون بيسألك انه هل تريد الحفظ، تعطي نعم، صنظر عليه ثواني ونشوف انه سوالنا حلو. طيب شفنا بشكل عام كيف شو هو الكلاس وشو هو المثل الأساسية اللي مسؤولة عن الرن. فرح نحكي عن مثل ما حكينا عن شو الدوال. الدوال بشكل عام هي مجموعة، هي function يعني، وانت بتقدر تكتب داخلها يعني كود معين، وهذا الكود ترجع انت تستدعي هاي الفانكشن وتشغله. فبالتالي هون نحن رح نكتب مثلا على سبيل المثال، خلينا نقول مثلا بدال ما نكتب هاي، فخلينا نحكي مثلا public void print، ومنسكر له القوسين بهذا الشكل، وبنرجع بنكتب هون اللي بدنا اياها. مثلا ناخذ هاي النسخ وهاي هون لصق. فبالتالي هون خلينا نقول from method. طبعا هيك شو كتبنا نحن، رح نحكي بشكل اكثر، ولكن هذا بس فكره توضيحيه بسيطه عن الميثود. نحن شو سوينا هون؟ سوينا، انتبه هون، هذا القوس الاول وهذا القوس الثاني لكل كلاس. هذا القوس الاول للمثل الاولى، وهذا نهايه القوس، يعني القوس النهايه للمثل الاولى. اوكي، هاي القوس الاول للمثل الاولى للمثل الثاني، وهذا نهايته تسكيره. فنحن هون داخل، يعني خلينا نقول هي مجموعه من الاسطر البرمجيه اللي بتكون محدده
بهذا القوس وهذا القوس، قوس البداية وقوس النهاية. اوكي، مشان انت كتير بالبداية بصير الناس معها خربطة بالاقواس، مثلا بينسى القوس هون مثلا، شوف بيعطيك خطأ دغري، ما عاد بيعرف شو عم بيصير بالدنيا، فبالتالي انت الاقواس لازم تكون عرفانك. حكينا عن الاقواس، راح نحكي عن الشغلة الاخيرة، انه هون انت بتقدر تكتب اكثر من ميثود اوكي، وتتم استدعائهم. راح نشوف بعدين بفيديوهات تانية كيف، بس نغير الاسماء مشان شو اسمه، كيف انت تستخدم الميثود وكيف تسوي له استدعاء، ولكن هون بس انا عم بورجيك انه كيف بقدر انا اكتب اكثر من ميثود داخل الكلاس نفسه، وصير عندك فكره عن الميثود. لهون انا خلصت بهذا الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله يكون مفيد. تحياتي لكم، بشوفكم ان شاء الله فيديوهات قادمه. تحياتي لكم، مع السلامه.